ورقتي في الحقيقة هي تميل إلى المقاربة النظرية التي تنطلق من الفلسفة ومن السوسيولوجيا وتنشغل بثلاث أسئلة كبرى: سؤال الدولة، سؤال الدين، وسؤال المجتمع. سأركز على مفهوم على الدولة المدنية، ليس بحسبانها مفهوما إجرائيا اقتضته السياقات التي تمر منها المجتمعات العربية، بل سأستعمل هذا المفهوم لكي أمارس نوعا من استغل المفهوم إن صح التعبير لممارسة التحليل والتفسير تحولات قائمة داخل المجتمعات العربية في علاقتها بالدين. هناك مجموعة من الفرضيات أو مجموعة من المنطلقات سأقدمها في البداية كإطار عام. بعد ذلك سوف أنتقل إلى مجموعة من الأسئلة المرتبطة بعلاقة الدين بالدولة أو علاقة الدين بالمجتمع لأخلص إلى بعض الخلاصات التي هي مجرد أفكار أولية. أولا، إرساء الدولة المدنية مرهون بتوافر شروطها الاجتماعية. إن تعذر وتعثر إرساء الدولة المدنية له علاقة ببنية أو بالبنية العميقة للمجتمع والبنية العميقة للدولة معا. أن الدولة والمجتمع في العالم العربي يتحايلان على موضوع الدين. كيف ندبر الشأن الديني؟ وكيف ندبر الاختلاف؟ الدولة المدنية هي الوجه الآخر للمجتمع المدني، وهي في الوقت نفسه الوجه المفارق للدولة الدينية. الدولة المدنية، سنرى ذلك فيما بعد، في الفكر الفلسفي بشكل عام قامت على قاعدتين أساسيتين: أولا قاعدة التعاقد الاجتماعي، ثم ثانيا مبدأ التسامح الديني. مبدأ التسامح الديني. ما يحدث للدولة المدنية اليوم وما حدث بالفعل لمجموعة أخرى من المفاهيم، وهذا ما أخشاه. ما حدث للديمقراطية لمفهوم حقوق الإنسان، لمفهوم المجتمع إلى آخره، سوف نستهلكه أكثر مما ننتجه. كلما ازداد استعمال المفهوم بشكل غير دقيق، كلما ازداد غموضه. الفرضية الأخرى: لا توجد الدولة في تاريخ البشرية لتدبير الشأن الديني. لم توجد أصلا دولة في تاريخ البشرية من أجل تدبير الشأن الديني، وإنما هي وجدت في الأساس لتدبير الشأن الزمني. نحن بحاجة إلى كان، نحن بحاجة إلى جون لوك، ونحن بحاجة إلى ميسكاوي. ربما أغلبنا يعرف كان ولوك، وقلة منا يعرف ميسكاوي. وميسكاوي بطبيعة الحال له عدة كتابات في موضوع أنسنة الدين، لأنه أوجد بديلا من وجهة نظري بطبيعة الحال في علاقة الدولة، عفوا، في علاقة الدين بالمجتمع. وأخيرا، فرضية أخيرة: لا تكمن حل مشكلاتنا مع الدين في إخراجه من الحياة الاجتماعية. بداية سوف
سنحكم لأقرأ عليكم بعض الاستشهادات التي أعتبرها ذات دلالة بالنسبة إلى هذا الموضوع. هناك مقطوع مشهور يقول أن الصلاة وراء علي أتم ومائدة معاوية أتسم، ويقول جون لوك في كتاب مهم جدا بالنسبة لموضوعنا لاتر سور لا توليرونس، رسالة في التسامح، ما يلي: tout le pouvoir اسمح بالقراءة الفرنسية، tout le pouvoir du gouvernement civil ne se rapporte qu'à l'intérêt temporaire des hommes. ويقول باسكال في كتابه بونسي الذي اصدره سنة 1670: يجب أن نولد مذنبون أو يكون الإله غير عادل. تعليقا على هذا القول، كيف يمكن التوفيق فعلا بين وجود الشر على الأرض وطيبة الإله اللانهائي؟ بالنسبة لباسكال كما هو الشأن الكنيسة المسيحية، فإن الخطيئة الأولى لآدم تنسحب على عقبه، ولا أقل من ذلك أن كل رجل يرى النور اليوم يولد مذنبا، ولو لم يكن الأمر كذلك لانتهى بنا المطاف إلى تحميل الإله مسؤولية المذابح التي يتعرض لها الرجال. ويقول جيل في كتاب لنوريتور تيرستر الصادر في أواخر القرن التاسع عشر وتحديدا في 1897: في اليوم الذي نفهم فيه أن المسؤول عن أغلب عذابات الحياة ليس الإله بل الناس، فإنك سوف تقرر ألا تكون شريكا فيه. كيف يمكننا فهم وتفسير علاقة المجتمعات العربية بالدولة والدين؟ الورقة التي أشارك بها اليوم لا تدعي اقتراح بدائل أو حلول، إنما هي مجرد محاولة للفهم والتفسير. منذ ما يزيد عن السنتين عاشت بعض المجتمعات العربية وما تزال انقلابا بين قوسين عنيفا مس كياناتها السياسية ونسيجها الاجتماعي. اعتقد بعض الدارسين في حينه أن هذه المجتمعات تنهض من رمادها لتفتح أفقا جديدا في مسار تحولها باتجاه لحظة تاريخية تدمج هذه المجتمعات في الحضارة المعاصرة. واعتقد البعض الآخر أن ثورة ما بدأت تتشكل معالم تحققها، وأن العرب هم اليوم بصدد كتابة تاريخ جديد لمصيره. لكن اتضح فيما بعد، أو على الأقل اتضح ذلك للبعض، أن حلم الثورة لم يكن سوى رومانسية سادجة، وأن ذلك الانقلاب بين قوسين ليس إلا تكريسا لحقيقة مرة نفادها أن العرب لهم علاقة حميمية مع الاستبداد، فهم لا ينقلبون على استبداد حكامهم إلا لينتج استبدادا أسوأ منه. قد يوحي هذا التوصيف بنوع من الصدمة أو الانزعاج، ولربما قد يغضب الكثيرين، غير أن ذلك ليس بالأمر المهم، سواء كان هذا التوصيف دقيقا أو لم يكن كذلك، وسواء غضب الغاضبون أو انشرحوا. السؤال الأساسي الذي يبدو ملحا أمامنا كباحثين وأكاديميين كمجتمعات أنظمة سياسية هو كالتالي: لماذا فشلت المجتمعات العربية في إرساء كياناتها السياسية؟ بمعنى آخر، ترتب على هذا السؤال مجموعة أخرى من الأسئلة، وربما ورقتي تحمل من الأسئلة أكثر مما تحمل من الأجوبة. لماذا أصبح بناء الدولة عقدة عربية بامتياز؟ ما هي العوامل التي تقف وراء فشل المجتمعات العربية في تنظيم وجودها السياسي؟ لماذا تعجز المجتمعات العربية عن التعبير عن نفسها سياسيا؟ لماذا يتعذر على المجتمعات العربية أن توجد صيغة مؤسساتية تلائم بين خصوصياتها وتصلها بالعصر؟
ما هي العوامل التي تقود باستمرار إلى القطيعة بين المجتمعات العربية والدولة؟ ولماذا تعتبر الدولة نفسها أن المجتمع عبء يجبر بها التخلص منه أو إهماله؟ إذا كان هناك من شيء يستحق الانتباه في سياق الانقلابات العنيفة التي تعيش بعض المجتمعات العربية أحوارها، هو أن الاستبداد يفسد المجتمع كما يفسد الدولة، ولعله العلة الأكثر رسوخا في تاريخ المعاصر لهذه المجتمعات. إن المفسدة التي تتحصل منه تكاد تقضي على أهم إنجاز حققته الإنسانية، أي القضاء على المجتمع. ولذلك فالمعضلة الحقيقية التي تتكشف أمامنا ليست فقط معضلة الدولة، معضلة مضاعة أو معضلة ذات وجهين: رسوخ الدولة المستبدة من جهة التي أصبحت تقليدا عربيا، وتدمير المجتمع من جهة أخرى من الداخل، أي تفكيك كل الروابط والقيم والتنظيمات التي تمثل ضرورة حيوية لوجود أي مجتمع. الدولة المدنية تفترض مجتمعا منظما ومؤسسا. لا تظهر الدولة إلا عندما يتأسس أو عندما تتأسس الدولة السلطة داخل المجتمع، عندما تتمأسس بالأحرى السلطة داخل المجتمع، أي عندما تتوقف هذه السلطة عن التشخصن. يفترض ذلك أو يفترض ذلك وجود شأن عام، فطالما أن السلطة سلطة الدولة ليست بيد مالكها، وما دامت ليست ملكية له، فإن ذلك يوجد مجالا يسمح بوجود مجال عام، فضاء عام مشترك بين الجميع. وبهذا المعنى يمكننا القول أن كل دولة هي بالضرورة التعريف الكلاسيكي الأكاديمي جمهوري، أي ريس بوبليكا، من شوز بوليتيك، من شوز بوبليكا. إذا لم يكن ممكنا وجود دولة إلا إذا تمأسست السلطة داخل المجتمع، فإن المشكلة التي تطرح هي مشكلة مشروعية. ففي الغرب ومنذ القرن السادس عشر تقريبا، منذ أن أصدر بودان كتابه في حوالي 1576 لسيليف دو لا ريبوبليك، منذ ذلك الحين كفت الدولة المعاصرة عن تأسيس سلطتها على المشروعية التقليدية المستمدة من الدين. وقد ساعد تعاقديون هوبز، لوك، روسو إلى آخرين منذ القرن السابع عشر والثامن عشر إلى استبدال الحق الإلهي بالتعاقد الاجتماعي، سعيا منهم إلى إعادة تأسيس سلطة الدولة على مبدأ جديد يمنح السلطة تبريرا ممكنا. وباختصار شديد، فقد حاول التعاقديون التأكيد على أمرين أساسيين: أول هذه الأمور أن الناس أحرار، وثاني هذه الأمور أن الناس متساوون. وبالتالي لا أساس لسلطة من دون رضا الناس المبني على تعاقد، فعبر هذا التعاقد يتنازل الناس عن حقهم الطبيعي في التصرف طبقا لأهوائهم، ويقبلون وفقا لذلك الخضوع لسلطة الدولة. اتفق منظر التعاقد الاجتماعي على مفهوم قانوني للدولة، يقدر له وهو منظر الدولة الليبرالية من جهته أن سلطة الدولة ينبغي أن تكون محدودة، ذلك أن مهمتها تقتصر فقط على حماية الحرية، حرية الأفراد والملكية الخاصة. اختصاصها يمنعها من انتهاك المجال العمومي، سواء تعلق الأمر بالدين أو الاقتصاد. لن أستغرق في استعراض مواقف التعاقديين، لأن أغلب الحاضرين لهم دراية بهذا الموضوع. في الدولة الديمقراطية، حيث يتم التعبير عن الإرادة العامة بالمعنى الذي طرحه جون جاك روسو من خلال القانون، لا يمثل الخضوع تهديدا للحرية. خضوع دولة القانون أو الدولة الديمقراطية أو الدولة المدنية أو ما شئت، تصبح الدولة هنا فضاء يمنح الإنسان ولوجا إلى بعد كوني لوجوده، بوصفه مواطن يختزل أو يحمل مصلحة عامة تتعالى عن أنانيته الطبيعي، ويخضع للسلطة المشتركة والمقننة عوضا عن الخضوع لقوة طاغية
خفية وهشة. تمثل الدولة إذن المصلحة العامة، غاية تأسيسها تحقيق الألفة بتعبير سبينوزا. بهذا المعنى تصير لها غايات عقلانية يتطلع إليها الجميع تطلعا كونيا. وقد بدت الدولة مع هيجل بحسبانها بين قوسين، يعني حقيقة المثال الأخلاقي وبوصفها العقل في حالة حركة أو في حالة فعل. تخرج الأخلاق والحق إلى الوجود بينما كان على المستوى الفردي مجرد تمثلات مجرد. بطبيعة الحال تثير الدولة المعاصرة مخاوف عدة ينبغي أن نعترف بذلك، بما تمثله من نزعة شمولية وبيروقراطية وما نتج عنها من تعقيدات مرتبطة ببنيتها التقنية التي حولت المواطن إلى كائن غريب بفعل تدبيرها الذي جعل منها وحشا باردا بتعبير مينش. لكن يبدو من خلال التجربة العملية للمجتمعات أن الدولة الأكثر صمودا والأقرب إلى واقع واتجاهات الدولة المعاصرة هي دولة كان ودولة لوك. فالأولى تقوم على فكرة السلم العالمي، وهي دولة قائمة على مبدأ القانون ومبدأ الكونية ومبدأ المواطن الكوني العالمي، فيما دولة لوك تتأسس على فكرة الليبرالية، تقنن سلطة الدولة وتحمي اختيارات الفرد على المستوى الديني والمستوى المدني. وبهذا المعنى اهتم لوك بتجويد جوهري للشروط الإنسانية. يقول جون لوك في كتابه تريتي دو غوفرنمون سيفيل الذي صدر في أواخر القرن الثامن عشر، يوجد المجتمع السياسي حيثما انسلخ الأعضاء عن سلطتهم الزمنية وأودعوها بين أيدي المجتمع، حتى يتمكن هذا المجتمع باستمرار استدعاء القوانين التي أرساها بهذه الطريقة، حيث لا اعتبار للرأي الخاص، يتحصل المجتمع على الحق في السيادة. الانتقال إلى الحالة المدنية وإرساء مؤسسات السلطة السياسية ليست ثمرة التحول إلى سلطة إلى آلي، ليست ثمرة تحول آلي للسلطة الطبيعية للإنسان، وهو ليس أيضا تحول مصطنع، طالما أن الدافع هو الرغبة في الخروج من مخاطر اللا أمن التي يقع تحت طائلتها الإنسان وممتلكاته، وهو الدافع الحقيقي لاتخاذ هذا القرار. إذن يأتي التعاقد هنا أو بهذا المعنى على أساس دافع مصلحي. التعاقد يأتي على أساس دافع مصلحي، هو تعاقد فردي حر طوعي يؤمن الانتقال من حالة الطبيعة، أي من حالة ما قبل السياسة، من حالة ما قبل المدنية، إلى الحالة السياسية أي الحالة المدنية. لكل فرد الحق في قبول أو رفض هذا التعاقد، لكن الانخراط فيه يترتب عنه حقوق وواجبات. إذن فالدولة المدنية تقوم على ثلاث مبادئ: مبدأ الفردية، مبدأ الطوعية، ومبدأ الرضا أو التوافق. إن الناس في وجهة نظر جون لوك بحكم أنهم بالطبيعة أحرار، هم متساوون مستقلون، فلا أحد يمكنه نزعهم من هذه الحالة وإخضاعهم لسلطة سياسية بدون موافقتهم أو بدون رضا. وهذا الرضا الذي ينبغي أن يتطابق مع توافقات غيرهم داخل المجتمع والقبول بالانضمام إلى المجتمع أو العيش المشترك باللغة التي نستعملها اليوم، من أجل تحقيق متبادل للأمن والطمأنينة والاستمتاع بممتلكاته والعيش في مأمن من الإهانات المؤذية. عندما يتوافق مجموعة من الناس على هذا التعايش ويشكلون جماعة وحكومة، فإنهم يشكلون بذلك جسما سياسيا يمكن أغلبهم من اتخاذ القرار أو يمنحهم الحق في اتخاذ القرار. إن الضغط الاجتماعي هو المشكلة المركزية للحياة السياسية. والحالة هذه فإن الحداثة
نظرت إلى المواطن أو تصور لم يكن ممكنا أن تتصور المواطن مستقلا عن مفهوم السياسة في كل التعاقدات الاجتماعية التي عرفتها المجتمعات أو بالأحرى التي اقترحها الفلاسفة. تنبع أهمية هذا المفهوم من كونه يمثل إرثا ثقافيا في التقليد السياسي والقانوني الذي يعتبر الغرب نفسه مؤتملا عليه. وبشكل عام فإن التنظيم السياسي للمجتمع المدني يضمن توفر هيئة عليا قادرة على فرض إرادة مطابقة للمصلحة المجتمع. لقد أجابت بشكل عام الحداثة عن السؤال باستعمال مفهوم السيادة الذي يمكن تحديده أو تعريفه بوصفه سلطة القرار، قوة التماسك والتنظيم، علاقات النفوذ والطاعة التي تقتضيها الأشياء داخل كل جماعة اجتماعية. إنها القوة المطلقة والأبدية لكل جمهورية بين قوسين، بتعبير أول منظر لها في القرن السادس عشر بوذان. سوف يصبح مفهوم السيادة إذن مفهوما مركزيا في العلوم السياسية، لكن لوك على عكس بوذان سوف يرفض خاصية الإطلاقية الحكم المطلق التي أسندت للسيادة. السؤال إذن بالنسبة للوك يتعلق بمعرفة أي الهيئات المؤسسات الأكثر تأهيلا ومطابقة للعيش المشترك داخل جماعة من الناس أكثر تنوعا ولها القدرة على الاعتراف بإرادة منشغلة بإخضاع السياسي للأخلاق. ينطلق لوك من تصوراته من مسألة الفردانية أو من مبدأ الفردانية، حيث يعجز الإنسان عن العيش في أمن من دون إرساء قواعد تنظم الاختلاف. هذا أساس من أسس ضرورية للدولة المدنية. لذلك يجري التعاقد بينهم، يلتزمون بناء على اعتبار الجماعة التي يشكلونها قواعية هي السلطة التي تستثمر الحق في الحسم في اختلافاتهم. يلعب القانون هنا، قانون الأغلبية في شخص الحكومة، دور الحق في تطبيق القانون الذي تسلم فاعله على الجميع. إذن الدولة والمجتمع بشكل عام في فكر جون لوك يوجدان من أجل حماية الفرد، الدولة والمجتمع. وأما القوانين فهي آلية جوهرية لتكريس حرية الإنسان وليس لتضييقها. في كتابه رسالة في التسامح لاتر سور لا توليرانس يقول أو يعتبر جون لوك أن غاية الدولة غايات زمنية محضة، وهي تمتلك لتجسيد تلك الغايات وسائل زمنية محضة. الغايات زمنية والوسائل زمنية، بيدها كل السلط ضرورية لحماية المصالح المدنية، لكنها لا تتمتع بأي سلطة خارج هذا المجال، بل لا مشروعية ولا شرعية لها في ذلك. مهمتها رعاية المصالح المدنية فقط، ولا ينبغي لها أن تتدخل فيما عدا ذلك. لأن الوقت لا يسمح إلى الانتقال إلى مفهوم الدين. الدين بالنسبة لكان هو معرفة واجباتنا بوصفها وصايا إلهية. والدين بالنسبة لكان أيضا يؤسس لما يسميه بالواجب الإلهي، بينما الدين الطبيعي يكون مطلوبا منا فيه معرفة أولا أن أمرا ما هو واجب لكي نعترف به بوصفه وصايا إلهي. بالنسبة للعقلاني الذي يلتزم بحدود العقل الإنساني فهو يعتبر أن الدين الطبيعي وحده دون سواه ضروري أخلاقيا فقط، غير أنه لا ينكر الوحي طالما لا يستطيع العقل اتخاذ موقف منه. يتوقع الإنسان من الدين أن يقدم أجوبة عن تساؤلاته المرتبطة بحياته ووجوده. تساؤلات تشمل في الغالب قضايا ما وراء الطبيعة
لكنها أيضا تساؤلات حول التدبير اليومي للحياة ومقتضيات العيش المشترك. هذه العودة إلى الدين وهذا الإطمئنان إلى الغيب يكون قويا وملحا في مراحل الحياة في حالات التوتر كما في حالات الهدوء والسكينة. لكن هذه العودة لا تعني بالضرورة بحثاً عن تفسير منطقي للوجود وأسراره وألغازه، إنما يمكن أن تكون عودة تبرر أيضاً عجز الإنسان أمام الطبيعة وإكراهاتها، بحيث يتحول الدين هنا إلى ملجأ يحتمي به الإنسان لا فقط من الضغوط التي تأتي من الخارج، بل أيضاً من التوترات التي تنطلق من ضميره أيضاً. لذلك كان فير يدعو إلى ضرورة عقلنة الدين حتى تقود ممارسته إلى الاستقامة، وحتى يكون ممكناً للدين أن يمنح العالم والإنسان معنى، بتعبير كليفورد هيرتز، لأن تفسير الدين ييسر تنظيم المجتمع برأي بيرجر. غير أن هناك من يعتبر إقحام الدين في متطلبات الإنسانية الحياة الإنسانية اليومية قاد إلى أدلجته وعلمانته والسيسي. متى يتدخل الدين بناء على هذا النقد في تسيير المجتمع وإدارته؟ على أي أساس يتبلور هذا التدخل؟ ما هي مبرراته والحاجة إليه؟ هل يحول العقل المستقل دون هذا التدخل؟ هل يكفي القول بأن للدين تأثير على الناس وعلى صوغ قيمهم وغايتهم؟ وهل يوفر الدين بما تقتضيه الواجبات التي يلقنها أن يصدر عن المتدينين أفعالا أخلاقية؟ أم أن الدين نفسه يعتبر أن للواجبات وجودا مستقلا وهو يقوم فقط بنزع الجهالة عن شروط الوجود؟ هل يفيد القول بأن الدين يضمن تحصيل الكمالات والمصالح مصالح الإنسان، وأن هذا الإنسان هو عاجز عن إدراك الخير والشر باستقلال عن التوجيه الديني؟ أم لأن الدين مصدره إلهي فحتما وبالضرورة له دخل في حياتنا وشؤوننا السياسية والاجتماعية؟ تختزل هذه التساؤلات الفرعية وجود من ناحية الوجودية موقع الدين في حياة الإنسان، لكنها أسئلة تكشف عن مظهر من مظاهر تناقض جوهريا مع تكاليف العقل العملي، إذ يجدر التساؤل هنا ألا يكون الواجب واجبا إلا إذا كان أمرا إلهيا، مع أن مفهوم الواجب له استقلالية يبررها العقل العملي كما أوضح ذلك فلاسفة الأخلاق، بما يفيد أن الدين أرسى مناهج التعرف على الواجب وفتح المسالك إليه بما أودعه في الإنسان وفي الشريعة معا. لعل التفكير في الدين هو تفكير في المجتمع وفي سيرورته، لكن يجب الاعتراف أن هذا التفكير دونه صعوبات، ولذلك تشتد الحاجة هنا للمعرفة السوسيولوجية بوصفها معرفة قادرة على تحليل وفهم وتفسير طبيعة التبدلات التي تخترق منظومة المجتمع ونسق هويته وموقع بل ومصير الدولة فيه. نحن إزاء مجتمع في حالة انتقال، وكل محاولة لفهم طبيعة هذا الانتقال تمر بالضرورة عبر تحليل دقيق لحيثيته. كل المجتمعات التي مرت بمراحل انتقالية عاشت حالة توتر واحتداد تعكس القلق الوجودي على مستوى الجماعة والفرد، وهو قلق مؤثر في حركة المجتمع والدولة معا وفي كينونتهما وفي انتظامهما. ولكي ندرك قسوة مفاعلها يمكننا أن نتأمل حالة التدين في هذه المجتمعات، حركة هذا التدين واتجاهاته ومصائره. لا بد من إعادة صياغة أسئلة التدين في المجتمع بناء على المعطيات الفاعلة فيه. أي نمط من المجتمع أو أي نمط من التدين هو الآن في طور التشكل؟ هل هو نمط تدين قابل للتعميم أم أنه مجموعة أنماط؟ هل يمكن الحديث عن هوية جماعية للتدين؟ وكيف يتدين المجتمع؟ عندما نتحدث عن التدين هل نحن بصدد الحديث عن الشيء نفسه؟ هل وقعت الهوية الدينية للمجتمع تحت تأثير المرحلة الانتقالية؟ لا شك أن المجتمعات العربية أصبحت متدينة بطرق وأنماط وأشكال متنوعة ومختلفة أكثر مما كان عليه
في السابق، فما هي العوامل الفاعلة في ذلك؟ تستطيع الدولة أن تتحكم في تدينها وتدين مؤسساتها، وأن ترسم معالم مذهبها، وتجعل منه إيديولوجيا للاستهلاك الإعلامي والسياسي بحثاً عن شرعية ما، لكنها حتماً لن تستطيع التحكم في تدين المجتمع. فالمؤمنون لا يستأذنون الدولة في أداء شعائرهم، فهم يمارسونه طبقاً لقواعد تدين خارجة عن سيطرة الدولة. وعندما تمتلئ المساجد مثلاً بالمصلين، فليس معنى ذلك أنهم يوافقون على التوجهات الدينية للدولة، وإنما يفعلون ذلك لأنه بالنسبة إليهم واجب ديني وفريضة إلهية. من حيث المبدأ، الدين إيمان شخصي، إنه قناعة يتحمل الفرد تبعات تغييره، لأن ذلك يمس منظومة حياته وعلاقته وقيمه. في هذه الحدود لا مجال للاعتراض على تدين الناس. من حق الناس أن يغيروا ما يبدو لهم خطأ، لكن ليس من حق جهة ما أن تتدخل في ذلك أو تتحكم فيه أو توجهه. الحرية الحقيقية هي حرية الاختيار انطلاقا من حرية التفكير. أن يكون الاتجاه نحو تغيير المعتقد ناتج عن عدم الخوف، وأن لا يكون نتيجة إغراء أو تغرير، وأن لا يسمح على الخصوص وأن لا يسمح بالخصوص بممارسة ذلك على من لا يمتلك الحصانة المعرفية والنفسية. فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر. شكرا واستسلام.